شخصية درامية بامتياز. عندي حاجة اسمها fear of separation، حاجات كتير كان ساعات بيجيلي وسواس قهري panic attacks مثلا. في عيون بعض الناس ظالم، وفي عيون بعضهم مظلوم. وكنت فاكر زمان ان كل ما العدد يكبر كل ما القلق يكتر، بالعكس فايب غريبه كده ما بتحصلش غير على المسرح. ما كنتش بتحب تروح المدرسه بسبب الخجل؟ لا، كان عندي الموضوع خجل مرضي. محظوظ في الحب ولا لا؟ اللي بيختار بقلبه ما بيفكرش، الواقع بيقول لك ان العلاقه لازم تنتهي. فحسيت ان ربنا بيديني درس ان انت مش هينفع تهرب من اوجاعك، انت لازم تشوفها ولازم تواجهها ولازم ترضي. حسام حبيب، انا بحب الحب جدا. عايز تغني لمين؟ نفسي اغني لشيرين. ايه اكتر اغنيه تحب تغنيها لشيرين؟ انا مش هفضل كده على طول، مش هستنى العمر يعدي، انا مش هسكت، لازم اقول قد ما باخد قد ما هدي. اول مره رحت لطبيب نفسي فسالتني انت ايه علاقتك بقلبي؟ قلت لها بحبه جدا بس بخاف منه. كل بطل في حدوته بيواجه صراعات. حسام، أعتقد أنت عندك صراعات مع نفسك؟ أكيد، لما اتولد عندي الخوف إنه حاجة بحبها تبعد عني. البني آدم الطبيعي اللي ما عندوش حاجة مرضية زيادة، يعني الحب ده أنا بعتبره حب مرضي. أنا ممكن أكون من كتر ما بدور على علاقة تشبه علاقة الدم، وده مش حاجة مش حقيقية ربنا ما قالش عنها. ربنا قال امساكهم بالمعروف او تصريحهم باحسان، اذا احنا ممكن دي علاقه اتكتب فيها، ممكن اوبشن الانفصال موجود فيها. عارف اني كاتبه هنا عندي الخوف؟ بجد؟ اه والله. ايوه، الخوف ده حاجه وحشه قوي. انا شفت في علاقاتك الخوف. طبعا. الزيجه الاولى خبيتها عن عيون الاعلام والصحافه وكل الناس، وكنت محاوط عليها قوي. العلاقه الحاليه مع الفنانة شيرين بدأت بصداقة قوية جدا، طرفين بينكروا ان في بينهم اي حاجة. بس على فكرة هو كمية طرفين بينكروا تماما ان في بينهم اي حاجة. حتى الزواج كان مفاجأة، يعني حتى لما والدك حط صورتكم وقال عروسة ابني انكرت، وهو شال الصورة ورجع في كلامه، ولكن طلع بالفعل في جوازة وحصلت. هل التخبية دي مرتبطة بالخوف خالص بشكل ما، ولا مرتبطة بحاجة تانية؟ خالص. أنا عايز أقول لك حاجة بقى، هقول لك المعلومات الحقيقية. أنا عمري ما قصدت أخبي أي حاجة في حياتي. الحقيقة إن ارتباطي بشيرين لحد النهاردة هو ارتباط صداقة، مش عايز أسميها صداقة، أنا قلتها بكده الناس انتقدتني. يعني هي بدأت صداقة قوية، هي إحنا كنا أصدقاء، كنتوا أصحاب قوي. ده حقيقي، وستيل إحنا أصحاب قوي لحد دلوقتي. يعني هي شيرين عندها ميزة، تحس إن هي صاحبك، الكاركتر بتاعتها تحس ان هي صاحبك الولد مش البنت. يعني ما بتتكلمش في مواضيع البنات بيتكلموا فيها، مثلا ما بتنمش على حد، ما بتشوفش فلانه لابسه ايه ولا لا 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 خالص. هي دمها وجدعه جدا، ودمها خفيف جدا، عارفه ما تزهقش منها. في نفس الوقت بيبي في غضبها وفي حبها وفي كل حاجه، هي كل حاجة كده ايه ما بتحسبهاش. وانا بحب البني ادم ده على فكرة، ويوم ما قلنا ما كانش فيه بينا ارتباط ده كان حقيقي، لانه حصل في ايام. يعني هي ايام هيك بتمر بمشاكل فظيعة، وانا بمر تقريبا بنفس المشاكل، وكنا ابتدينا نقرب قوي من بعض، وابتدينا احس ان هي نظرتها ليا في حاجة اتغيرت، في حاجة ابتدت تتغير. لحد ما حصل موقف كده ما كانش لسه في اي حاجة اتفتحت بينا، ولا اي حاجة اتكلمنا فيها بره نطاق الصداقة. مش عارف ليه في الموقف ده وهي قاعدة كده أنا بصيت، حسيت إنه لا، البنت دي اللي تخصني، الست دي هي اللي تخصني، بتاعتي الست دي. طب من هنا شعوري بيها اختلف، فبالتالي مشيت العلاقة بسرعة كبيرة جدا في الدايركشن دي. فالناس افتكرت إن إحنا كنا محاوطين عليها. أصل أنت هتحاوطي عليها لحد إمتى؟ شيرين أول بني آدمة أتجوزها وأعيش معاها. انا على فكره ما عايشش بره بيت اهلي، يعني عمري ما كنت مثلا عايش في بيت لوحدي، عمري لا، انا طلعت عايش في بيت اهلي مع امي واختي، رحت على العيشه مع شيرين. فهي اول ست في حياتي، يمكن عشان كده انا برضو مرتبط بيها ارتباط كبير، لانه نفسيا، لانه انا مش بعتبرها زوجه. يعني ما كانش بيجي منها معاملات الزوج والزوجه اللي هو انا هاكل ايه النهارده، هتعملي ايه، لا لا لا، مفيش منها الكلام ده خالص. احنا اتنين صحاب عايشين مع بعض بجد. يعني عمري ما حسيت ان هي مراتي وانا جوزها. الناس استكتروها عليك وبقيت متهم من اول لحظه في العلاقه دي؟ ممكن
لان حسابات الناس حسابات دنيويه جدا، هي نفسها ما حسبتهاش كده ولا انا عمري حسبتها كده. بالعكس انا بحترم جدا يعني في واحده في وضع 20 لو هي مثلا بتفكر باسلوب مختلف، لا هتقول لك بقى اروح مثلا اتجوز واحد غني مش عارف ايه، ولا اتجوز لا واحد اكبر مني في السن يعرف يستوعبني، واحد مش عارف ايه كذا، احنا قد بعض تقريبا، اكبر منها بسنه بشويه او سنتين يعني، فاحنا قد بعض، عارفه انت تحسي موردين فوق رؤوس بعض، بننقر بعض كتير، واحنا بقى اتنين تحسيهم ايه ولاد رجاله قاعدين مع بعض، فخناقاتنا كتير، هي ليدر وانا ليدر، هي شخصيه اندبندنت مستقله وانا بحب نفس الحكايه، بس عمرها ما حاولت تمشي مثلا كلامها عليا او تفرض عليا حاجه ولا العكس، لانها بنت بلد عارفه حدودها مع الراجل وعارفه يعني هي ما بتستمتعش ان هي تمشي رايها على حد. يعني شيني ما تسالي النهارده تقول لك الله نفسي ارجع اعيش مثلا اجيب بيت في القلعه، انا بحس مثلا بالونس بقى، نفسي احس الاحاسيس اللي اتعودت عليها طول عمري. عمرها مثلا ما اهتمت بتمات الشنطه دي، عندها كل حاجه، وعمرها ما بتلبس، عمرها ما بتستخدم الحاجات دي، هي مش شخص، مش عايز اقول هي شخص بسيط جدا، وبتاخد سعادتها من حاجات بسيطه جدا. علاقتكم وصلت للحته اللي يتقال عليها توكسيك؟ للحب ده وصل للحته للاسف بقى اللي يخليك انت خالص كشخص عنده وعي يدرك ان خالص. احنا في مرحله سامه. اقول لك على حاجه بتصدقيني؟ غلطتنا في العلاقه دي الوحيده ان هي انفتحت على الناس. اتفتحت على الناس طبعا. ليه بقى؟ وده انا مش بلوم فيه ولا نفسي ولا الشين. دايما الست بشوفها في غضبها ما ينفعش تحاسبيها. ما ينفعش تحاسبيها يعني في غضبها ممكن يكون اشرس من الراجل على حاجه هي بتحبها مش حاجه ما بتحبهاش. يعني الشخص لو قرر يتخلى عن شخص هو ما بيحبوش او الحب خلص مش هيفكر ينكشه، مش هيفكر يقول له انت عملت وانت غلطت وانت كذا، مش هيبقى عنده الدرجه دي من الغضب، خلاص هيلف وشه ويمشي. في لحظات غضب قصيره جدا حصل تصرفات نقلت الناس صوره ان العلاقه دي توكسيك، مع ان الظروف لو الناس بتقول شيء ما بتشتغلش زي الاول ده مش حقيقي، شيرين مش عارف كذا، حسام مش عارف عمل فيها ايه، بيبدا واحده واحده الناس تشكل عليكي ضغط تخليكي مش عارفه صلحت صوره العلاقه دي خلاص، حطيتي فانت رياك. هو الملحن محمود الخيامي قال شيرين قبل وبعد حسام حبيب، قبل ذا فويس شيري ستوديو طريقي، بعد حسام حبيب تعالى اقول له بعد حسام حبيب مثلا مش شد ليا، لو هو بيتكلم على قبل وبعد وعايز يعمل مقارنه زي كده هو دي مش حقيقه اصلا. يعني شيرين هي شيرين، قبل حسام وبعد حسام هتفضل شيرين، هتفضل يعني البني ادمه الناجحه اللي وصلت لمكانه معينه، كل واحد بيجي بس هي نزلت لتحت يا حسام. لا ما حصلش، نزلت لتحت. خليني اقول لك طيب لتحت بمعنى ايه؟ بمعنى انها توقفت عن الانتاج والشغل فتره، بمعنى هي نفسها الست طلعت قالت انا ما بقاش حالتي حاجه، ما بقاش عندي حاجه. لا 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 ما هيش حالتي حاجه يعني ايه؟ بس هو ده كان بقول لك عليه، الناس تاخد الكلام. حسام حبيب هقول لك بلسان جمهورها، بلسان جمهور شيرين. طيب نكمل. انت عارف مين ثروه شيرين في الدنيا؟ اكيد جمهورها طبعا. جمهورها. اوكي. بلسان جمهور شيرين. حسام حبيب اتجوز شيرين وهي محلوه. الفترة دي كمان كانت من أحلى وأجمل فترات حياتها شكلاً، رفيعة حلوة زي القمر، ناجحة، لمعة في أوج نجوميتها. هنقف عند النقطة دي بقى. بصي بقى كل حاجة في الدنيا، أي شغلانة في الدنيا بتتحول، ودي دراستي، بتتحول لأرقام. هي أنتجت كام أغنية، هي عملت إيه، هي كذا. طب تعالي نقول بقى شيرين أول إنتاج ليها من بعد جوازنا كان ألبوم نسائي مثلاً، ده اكتر البوم عمل فيوز 1.2 بليون فيوز. دي الفتره اللي بيقال عنها شهر العسل في العلاقات. لا لا والحب. لا 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 البدايه. لا 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 بدايه جوازكم. بعد كده لو تفتكري حصل الكورونا. القعده في البيت سنتين كنا بناكل ومش مهتمين بنفسنا ومفيش شغل، ففجاه لما رجعت الحياه تشتغل وزننا كان زايد، شكلنا مش مهتم بنفسنا لحاجات مش احنا عملناها في بعض. لظروف حصلت للناس كلها، وبالاحصائيات بالورق وبالقلم هيلاقوا ان الفتره دي اكتر فتره شيرين عملت فيها حفلات. اولا شيرين مش ممثله عشان يقولوا مثلا ايه ما عملتش مسلسلات، هي كانت شايله مسلسلات طبعا. بس هي اكتر فتره عملت فيها اغاني. عملت البوم من انجح الالبومات في حياتها لحد النهارده، هو على التوب تشارتس
بيل بورد لسه مكرمينها ان هي على التوب تشارتس باغاني من 2018، اكتر فيوز عملتها في حياتها، غنت بلهجه اول مره غني بيها اللبناني تتر مسلسل اللبناني اللي عملته كسر الدنيا، وده كان اختيارها هي على فكره، وانا كنت قلقان من هي تغني لهجه لبناني ما تعرفش تغنيها، كسرت الدنيا ما شاء الله ما شاء الله كل حاجه كل حاجه. لا طبعا هي شيز جوينج اب، بس المنظر بقى البني ادم الديبرست بيبان ان هو مش سعيد باللي وصل له. جه منين الدبريشن؟ قعدنا سيبنا نفسنا ناكل زي ما ناكل، نعمل زي ما نعمل، فلما جت فجاه نرجع لقينا احنا نفسنا. انا بقى كنت لسه بقول كده انه لو من بره البني ادم ورى نفسه للناس ان هو كويس مهما كان عنده من مشاكل الناس مش هتشوفها، لكن لما يبقى هو من جواه كويس بس صدر للناس صوره ان هو مش كويس هتشوف اي حاجه ثانيه مرتبطه باللي هو صدره. طب ايه اللي طلعها تقول كنت عامله زي الفار في مصياده؟ غضب. يعني النهارده لا انا غضب مش هتكلم من عن لسانها مني. ولو قلت لك سبب الغضب مش هتصدقي قد ايه هو سبب صغير جدا، وعلى فكره الشيء موجود وربنا يديك طول العمر يا رب وتقدر ترد على انا بقوله لو كان غلط. انا عمري في حياتي في اي خناقه في اي موقف ما منعتش اني الوصول ليا، يعني لو حصل بينا ايه بتكلمني برد عليها. الحقيقه ان هي كانت بتتكلم عشان انا وحشها، بس هي حاطه في دماغها ان زعلي ممكن لو هي كلمتني دايركت اصدها او كده، مع اني عمري ما عملتها، فخافت فوسطت حد برضو يقرا لها الاول الموقف قبل ما يحصل. وهو نقل لي الصوره غضبان وهيعاملني وحش وهيحرجني ولا بالظبط كده، فهو نقل لي الصوره العكس برضو لما سالته طب انت تضمن ان احنا ما نتخانقش؟ قال لي لا، فحسيت ان هي لسه غضبانه جدا فممكن تقولي كلام يزعلني، قلت له انا مش هرد. ودي كانت اول مره في حياتي اعمل الحركه دي. اليوم ده اللي هي ظهرت فيه وقالت كل الكلام ده، لما جينا قعدنا نتكلم قلت لها عشان هي حاولت تكلمك وما ردتش، وجت بعدها قالت انا هطلع اقول للناس ان الكلام ده مش حقيقي. قلت لها لا، اول حاجه انا ما يهمنيش الناس، مش عشان انا راي الناس ما يهمنيش، لا انا بحب الناس جدا. اول حاجه انا مش هقبل انك تقولي حاجه حتى لو كانت غلط تطلعي تقولي ان هي ما حصلتش. لا انا عندي حسام، بس في حاجات من اللي انت يعني تم اتهامك بيها في حاجات محرجة، يعني أنا مش عايزة أقول مش لا لا عادي عادي، في حاجات من حقك إنه يتقال أسألك إنه لا ده ما حصلش لو هو مش حقيقي. هسألك سؤال، ولو حقيقي كنا رجعنا لبعض؟ آه ممكن. لا نو واي. لا ممكن، ما هو من الحب ما قتل. لا 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 ده مش حب خلاص، لما شفت من الحب ما قتل. لا من اللي اتقال ده خلاص مش حب، لو لسه كنت بحكي لك إنه بني آدم، أنا بس اللي عندي العيب ده إنه ما بني هو آدم. أحيانا بيحصل إنه شرارة الحب لما بتزيد قوي كده بين طب المرة دي لما حصل بينا انفصال حد سمع شيء يعني كان وحشة؟ بالعكس طلعت قالت ايه؟ العلاقه انتهت بينا بمنتهى اللطف والظرف صح؟ والادب. ليه؟ عشان احنا متفقين عليها. لانك لسه بترد عليها؟ لا ايوه بالظبط، وان احنا متفقين عليها انه انا مش هغيب عنك ومش هغيب عني، مفيش حد مانع التاني من حاجه. فشي واز ريلاكسد والموضوع واتاخد يعني مش هقول يعني انفصلنا بس هنفضل صحاب. ده حقيقي. لما هتكلميني هرد عليك. ده حقيقي وده اللي حصل فعلا. لما هتعوزيني هتلاقيني موجود. ده اللي حصل فعلا. والحب ما زال بينا موجود على فكره، مش حب بقى رومانسي وكده، حب بني ادمين لبعض. طب انا مش هتكلم بلسان جمهورها ولا هسالك بلسان جمهورها، انا هسالك بطريقه تانية. انت كحسام بقى لو فشل العلاقه دي في نسبه منه تتحملها انت؟ اكيد. هيبقى كام في الميه؟ عشان ابقى فير يعني 50 50 اكيد. ده كده فير؟ اه طبعا، مفيش حاجه زي ما الحب مش من طرف واحد، الانفصال والمشاكل مش انا مش بتكلم عن الانفصال، انا بتكلم عن القصه عن الحدوته. عايز اقول لك حاجه، الناس قالت لك حسام بيتحكم في شغل الشين، انا عمري ما اتدخلت في شغل الشين. الناس قالت لك حسام مدير اعمال الشين، انا عمري ما كنت مدير اعمال الشين. المفروض انه ده اللي احنا عارفينه. عمري ما كنت مدير اعمال الشين. ده اللي احنا عارفينه. نو واي. اذا كان انه ياسر خليل كان مدير اعمالها ثم مدير اعمالك انت وهي، لما ياسر مشي ثم ياسر مشي وقيل انه مشي بشكل معين، اتقال ان انت رفعت عليه لا لا ما حصلش ما حصلش وخد حكم عليك. دي خناقة بعد الجواز بكتير، بعد ما هو مشي بكتير. نو 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 بالظبط، ومشي واصبح حسام حبيب هو. لا لا ما حصلش. المسؤول عن كل شغل شيرين. لا 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 مسؤول، انا عمري ما كنت مسؤول عن شغل شيرين، عمري ما خدت لها قرار، عمري في حياتي. انا كنت ايه اللي حصل بالظبط؟ وده كان قبل جوازنا. لما ياسر مشي حصل انه بقى في مفيش في دروب في مكان معين الكوميونيكيشن بينها وبين الناس، فانا بقيت بكوميونيكيت، انا نقطة الكوميونيكيشن، لكن هل انا خدت قرار؟ نو واي. هل انا مثلا ممكن تختار الاغنيه دي ولا لا؟ نو واي. هل انا مثلا لا اعملي قلب ما تعملوش؟ نو واي. يعني انا ما اسمحش ان حد اوقع. طب احنا على طول كنا بنشوفك معاها في حفلاتها. ده سبورت
مش في شغل. احنا مرتبطين ببعض جدا. ومثلا مره من المرات حد صحفي كبير قوي مهم يعني قال لي حسام ما يصحش وتطلع الحفله عشان تطلع الحفله تمشي وراها وتبقى لا انت برضو ما ينفعش كده في يور ايمج. يعني انا اليوم ده طلعت قاصد ماشي ورا شيرين شايل ديل فستانها. بصي مراتي لو فنانه لو قاعده في البيت لو بتشتغل اي شغلانه بسيطه في الدنيا هي تاج على راسي. انت نفسك قلت انا عملت لها شغل استحق عليه فلوس. ما حصلش. هي لما قالت كده وده بقى كلام الزعل. عمري ما ببقى فيه على فكره انا عمري ما خدت مليم من شغل الشيء. انت نفسك قلت انا عملت لها شغل استحق عليه فلوس. ما حصلش. هي لما قالت كده وده بقى كلام الزعل. عمري ما ببقى فيه على فكره انا عمري ما خدت مليم من شغل الشين وقصد. وعلى فكره ده حصل منها كتير انه لا انت تعبت. اقول لها ده واجبي تجاه يعني انا امي النهارده. واجبي اامنها. وده لو عملت لها شغل مثلا اشتريت لها بيت مثلا وكذب فيه اخد منها مكسب؟ لا نو واي. انا اكتر لها فلوسها ازاي؟ اول حاجه انا حتى لو ده شغل حتى لو ده شغل لا انا شايف انا عندي منطق تاني. لا واخد من شغلي كده ما اشتغل واخد من شغلي. امال هي ايه اللي طلعها تقول اكلها بدقه واعيش مع راجل يبقى هو اللي بيصرف عليا؟ انا بقول لك ست لما بتغضب هي انا شخصيا بيني وبينها بتقول كلام كتير قوي. هي بعد الخناقه تقول لي انا كنت بقولها كده عشان اضايقك. الغلطه ان الكلام ده قدام ناس مش هتنسى ومش هتقبل تصلحيه. مهما صلحتيه هتقول لك اه رجعوا لبعض عشان من الحب ما قتل. رجعوا لبعض عشان هو ساحل لها. رجعوا لبعض كلنا شفنا كده مصر كلها شافت انه رجعوا لبعض علشان دي ناس متورطه في علاقه سامه. شفتي؟ او ده في نقله في اكتر من كده اتقال. ده ساحر لها طبعا. لا وفي ده ماسك عليها حاجات انك رفعت سلاح على بناتها وخوفت بناتها مثلا. ده حصل. بنتها طلعت كتبت I hate you H. مش انا H ده كان ولد صاحب ابو جوز. هقول لك حتى انا لما هي كتبتها كنا انا وشيم مش مع بعض كنا خانقين بس انا علاقتي بيها قويه جدا. انا علاقتي بيها قويه جدا. بس انا من كتر ما انا عارفها نو واي تكون انا قصدها كده عليا. مستحيل. طب ليه شيرين توصل لحد اتهمك باتهامات مش حقيقيه واتهامات بالشكل ده؟ علشان انت قررت تمشي ما بتقولش عليا. وصلت لاتهام سرقه عربيه. هي اللي جايباها بايدها واتهمتك بسرقتها. انا بقول لك الغضب يعمل اكتر من كده. عشان ما ردتش عليها في التليفون. ايوه في حب بيقلب ارتباط مش عادي. انا مش عارفه اصدق ده. ما انا بقولك مش هتصدقي. انا نفسي ما كنتش مصدقه. انت فنان اوكي انت راس مالك جمهورك. لا بس انا طول عمري بس راس مالك جمهورك بصراحه. فهي دمرت لك راس مالك بصراحه. انت اتضربت في وسط جمهورك. لا 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 حرام ما هشحملها دي. بس انا من قبل شيرين وانا بشتغل بعمل قلم كل ده من سنين. لا انا عمري ما شفت على فكره ان المزيكا راس مالي ولا جمهوري راس مالي. ايوه بس ما كانش عمر هيبقى الناس شايله منك او زعلانه منك. اقول لك على حاجه يعني انا كست انا كست مثلا لما اسمع انه مثلا راجل بيقول لمراته انت بقيتي تخينه بقيتي شكلك عمري. وحش انت ما بتعرفيش تتكلمي انجلش انت بتقولي البي بي إيه؟ انت بقيتي شبه امك انت عامله زي امك فتطلع تحلق شعرها. حصلش. تطلع تحلق شعرها وتقول عشان حسام شايفني وحشه وانا عايزاه يفضل على فكره. طب اقول لك على حاجه على اكبر غلط انا غلطته في حق الشين ان انا عمري ما كان ليا فيها طلبات. يعني الراجل مثلا لو قال لمراته انت تخنتي هتاخد بالها ومش هتوصل ان هي وزنها يزيد كده هتاخد بالها لو كان بينبهها اول باول. لكن انا من كتر ما ماليش فيها طلبات ولا هي ليها فيها طلبات تتخن تخس تحلو ما تحلوش كل الكلام ده علشان خاطر احنا ما نبهناش بعض. احنا ايه؟ ما نبهناش بعض. ما لناش. مش انا قلت لك في اول ايوه وايه اللي حصل؟ هو في علاقه زوجيه مبنيه على قصه حب مبنيه على صداقه كبيره هتبوظ عشان احنا تخنا؟ مع احترامي الشديد للناس انا فكرت في حاجتين. انت همك ترضي الناس ولا همك ترضي رب الناس؟ اكيد رب الناس. انا بقى استودعت سيرتي عند ربنا.
يعني لو طلعت دافع عن نفسي هاجمها. طب ما انت عملت مداخله مع عمرو اديب، شفتي قلت فيها ايه؟ طبعا في كلام منه كان يؤذيها، زي وفي كلام وفي كلام انت فيه ما سطرتش عليها. طب بالعكس تخيلي قلت بقولي ممكن تقولي ايه الكلام اللي ما سطرتش عليه فيه؟ لا هي الطريقه كلها ما كانتش لطيفه. بالعكس. يعني هو هقول لك على حاجه بقى، هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، اوريكي ازاي الناس بتفسر الكلام ده من بره سطحي جدا. انا عمري ما دفعت، يعني الناس ما فكرتش ليه انا اول مكالمه اعملها بتكلم فيها عن شيرين وهي في موقف قوي جدا وطالع في المكالمه ويسال فيها الاستاذ عمرو اديب انه هو اللي انا ما كنتش هطلع خالص ابدا، انه هو قال لي انت دلوقتي ليك دور لازم تعمله. لو رجعتي المكالمه الكلام اللي الناس اكلته نيجاتيف هو اصلا كلام بوزيتيف جدا، زي لما قلت لها اتجوزت شيرين ما كانش عندها فلوس. انا مش قصدي ان انا اقول ان هي ما عندهاش فلوس، لا انا قصدي ان شيرين بني ادمه كريمه لدرجه يعني مش ساذجه، ما بتحسبهاش لدرجه ان اللي حواليها كانوا واخدين كل حاجتها. عشان كده بعتها عنهم. لا انا بعتش، لا بس عايز اقول حاجه، انا مفيش غير شخص واحد في الحياه مش هقدر اقول اسمه. يعني تفسيرات بعد ما المكالمه. بصي لما تبقي انت في ريليشن شيب، لا قلت له وانا عمري في حياتي ما قلت لشيرين انجلش مش انجلش، عشان انا ما عمري ما قيمت الناس هي بتتكلم اني لغه. حلقت شعرها يا حسين. هقول انا مش المفروض احكي الحكايه دي. حلقت شعرها. هو انا مش المفروض احكي. عارف يعني ايه ست تحلق شعرها؟ هل انت عارفه ان ده باتن؟ بجد؟ باتن بيكرر عندها عند الغضب. بجد؟ عارفه ده لو حكيت لك الموقف يعني ده مش اول مره؟ لا مش اول مره. والباتن ده بس انا مش المفروض اقول الكلام ده عشان هي دي اسرار، بس انا هقول لك يعني احكي لك الموقف ده مثلا ايه اللي وصل لكده بالمختصر من غير ديتيلز، عشان ما بحبش احكي ديتيلز. حصل بينا مشكلة عبيطة جدا 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 وزي أي ست أي تطلقني. فأنا بقى إيه؟ قلت لها طب قومي البسي يلا عشان ننزل نتطلق. قالت لي أنا ما بنزلش، هاتي المأذونة، أي تركيب بقى. كنا متأخرين الساعة 3 4 الصبح كده. هي افتكرت إن أنا بجد بقول لها البسي هنزل رايك. فهي داخلة الحمام أنا افتكرت إن هي داخلة تغير. اتأخرت شوية. طلعت، لما طلعت كده أنا أغمى، وقعت على ركبي في الأرض إنه مش مصدق إن ده رياكشن للأكشن ده. طب انت هتسيبني؟ طب اهو ده نوع من انواع التعبير عن الغضب، وده اللي اتفقنا عليه انا وهي ان لا ده ما ينفعش يحصل. اولا ما ينفعش اذي نفسي عشان اعرف نفسي ان اللي قدامي انا غضبان، ما ينفعش ده يحصل. يعني انا كنت بقول لها طب كنت احلقي لي انا شعري، طب كنت مثلا يعني انت متضايقه مني رديها لي انا، بس مش عشان تعبري توريني قد ايه انت زعلانه تروحي مضحيه بحاجه غاليه جدا عندك عشان تقولي لي، عشان تقول لك، عشان تقول لك انا قد ايه غلطانه اني اخترتك. عمرك ما شفتها كده؟ طيب اللي يوصل للمرحله دي يرجع بعد شهور عشان طب واللي يتهان بالشكل ده يرجع بعد شهور؟ عمري ما هنت ست، عمري ما هنت ست. انت تهند؟ لا انا بقى بصي هقول لك بقى، هقول لك هقول لك هقول لك ده على التليفون. هقول لك هقول لك هقول لك هقول لك معلش مع احترامي على التليفون يا استاذه لميس الحقيقي، مع التقدير ليها انا شايف ان ده خطا كبير جدا هي اخطاته، لان لما كانت بتتكلم في المكالمه كانت بتتكلم كانها عايشه معانا، وكانت بتقول كانت منحازه لطرف، يعني مفيش حسين تاني، يعني خلاص حضرتك تعرفي ايه اللي بينا؟ هل انا رديت عليها؟ هل انا كلمتها؟ لا انا عمري في حياتي ما هين ست ولا ارد عليها. لا انا قصدي انت، لا انا بكلمك عن شخص تاني اهو، اللي توجهت لك انت أرد عليها. عارف يعني زي ما هي ازاي رجعت بعد ده، طب انت ازاي رجعت بعد الاهانات والاتهامات اللي بالحجم ده؟ عشان انا عارف بقى مين شيرين. هل انا مستعد اتخلى عن شيرين عشان خاطر هي زعلت ناس مني؟ اللي اعراسه واضحه بيحسس عليها. طيب انا بصراحه اخد عليك في اللي حصل حاجه واحده. طبعا قولي. انا شخصيا قولي. وقت ما طلعوا اهلها اتكلموا، انت طلعت قلت وهي معايا كانت متعالجه وما كانش فيه الكلام ده، ودلوقتي انا اتفاجئت انها في الليفل الرابع. انا ما قلتش الليفل الرابع، ده اخوها اللي قال كده. انا بقول ازاي اخوها يقول حاجه زي كده؟ هو عارف من فين؟ يعني هو يحكم من فين هي في اي ليفل ولا هي اي؟ اصلا بالعكس انا قلت لا ما قلتش كده، قلت في الوقت اللي هو عمل فيها كده هي ما كانتش في اي حاجه بيتكلم بيقول عليه ده. انت قلت يعني ان انت سبتها. ممكن احكي قصه؟ قلت له يا استاذ عمرو المصيبه ان هم عملوا فيها كده في الوقت اللي هي فعلا ما بتعملش كده خالص. يعني ده منتهى الظلم. الحقيقه لو عايز تعرفيها هم عملوا فيها كده عشان عرفوا ان هي ناويه ترجع لي. هو طار بينهم وبيني مش عارف ليه. عملوا فيها ان هي اتاخدت وراحت دخلوها مكان وكذا؟ ده مش حقيقي، بدليل ان هي خرجت. طار ده علشان هم شايفين هم كمان ان انت بعتها عنهم وبعتهم عنها. لا بالعكس، انا اللي صرحتها عليهم. انا لما اتجوزت شيرين كانت قاطعه مع اهلها. وانا اللي صرحتها عليهم. وشيرين حذرتني ما تقربش ما تصاحبش خلي بالك، كنت بقول ايه مقفوره قوي. ليه؟
هو كويس، ايه المشكله في ايه؟ انت قلت انك اتطلقت عشان تبعد عن البيئه المحيطه بده، محيطه بيها اللي هو عشان ارضيهم بقى، وعن الطريقه اللي هي عايزه تعيش بيها. ايوه اللي هي ايه بقى دي بقى، ده كلام مهم بقى. لما بعيش في اتموسفير انا شايف الضرر، وكل بقى بعدين بيكون جوه سيركل هو حبيبها وصعب قوي عليه ان انا اروح اقول له مثلا صاحبك الفلاني قريب قوي منك ده مثلا بيضرك، او مش هيستوعب اول حاجه، تاني حاجه هيفتكرني عايز ابعده عن الناس. فاضطريت ان انا اعيش كتير في اتموسفير انا شايفه مش هيلثي، لان هم ناس وفي الاخر هم وصلونا لكده، ولما بعدنا عنهم فانا عرفنا قد ايه احنا كنا عايشين في انفايرمنت مش طبيعيه. لما ناس بقى بتخطط لك اللي عندهم اغراض ثانيه ازاي يوقعوا بينك وبينها، وازاي ازق على حد عشان يسجل له مكالمه مش عارف ايه، مؤامرات ما تجيش في خيالي اصلا. مسكينه؟ اه طبعا مسكينه، مسكينه على فكره، مسكينه لان هي سراوندد باي توكسيك بيبل، دي الحقيقه بقى، دي الحقيقه. وعلى فكره انا اول مره في حياتي اتكلم وبرر، مش فارق معايا خالص ابرر خالص. اللي عايز يفضل يشوفني كده شوف يا حبيبي، مش انت هتحكم عليا، انا هحكم عليا اللي خلقني. انا اصلا متكلم عشان ادافع عن شيرين، عشان اقول ان هي حتى لو كده اهلها ما ينفعش تقولوا كده، ما ينفعش. الام والاخ دول ستر وسند، بدليل ان هم لحد النهارده ما بيكلموهاش. هي مامتها طلعت عيطت وقالت انك بعتها عنهم، ما حصلش. ووالدك طلع قال انه انت بعتها عن اهلها. هكلمك عن والدي، يعني بحبه وبحترمه، وابويا وعلى راسي من فوق، جزمته على راسي، ولكن هو نفسه اعترف لي ان هو عمل كده غضبا من ان انا قلت في المكالمه مع استاذ عمرو ان انا ماليش علاقه قويه بابويا، انا من وانا عندي 14 سنه ما كنتش معاه، which is true. فهو اخذ الكلمه دي قوي على كرامته، فطلع هاجمني هجوم فظيع، ونسي ان هو اتدخل في علاقه ملوش علاقه بيها، كان كل يوم بيكتب بوست. كان بينتقم منك علنا؟ لا، في الاول كان بينتقد شيرين، فلما كان بينتقد شيرين كانت الناس بتشتمني، انا بتفتكر ان انا وهو عشان هو ابويا ده راينا في شيرين. انا قصدي بينتقم. لا مش بينتقم، انا بينتقم عشان قلت كده، بيعاقبني، مش هسميه بينتقم. بيعاقبني عشان قلت كلمه، انت طالع تقول انت مالكش علاقه بابوك يعني تتبرى بابوك، فانا فهمت قلت له لا، وانا مش جيت لك قبلها قلت لك بليز انت ما تعرفش حاجه عن اللي بيجي من شيرين، بلاش تنتقدها، لان ده في وشي انا، الناس فاكره ان ده رايي زي رايك، فاوعدني ده ما يحصلش. تاني يوم حصل كده منه، فحسيت لا ده مفيش امل، فده كان نوع من تبرئه ذمتي انا من رايه، انه انا عايز اقول هو حر في رايه بس ده مش رايي، فممكن اكون استخدمت المصطلح الغلط، ممكن اكون قلتها بطريقه ان انا ماليش علاقه، كلمه كبيره، بس هي الحقيقه انه انا مثلا ما بيتش في بيت ابويا من وانا عندي 14 15 سنه لحد النهارده ولا يوم. دعا عليك، طلع دعا عليك علنا، ودعا دعوه صعبه. طب اوريكي بوست قبليها كاتبه وهو بيقول ابني ده ملاك وانا بتعلم من اخلاقه. انت هو مين فيهم؟ هو مين؟ انت قول لي. هو بني ادم ما بيعرفش يتحكم في غضبه برضه، في غضبه ممكن يعمل تصرفات يندم عليها، زي ما قلت لك الموقف بتاع لما قلت له انا ما سمعتش كلامك ايه اللي هيحصل. الفكرة إنه الغضب لما بيوصل للمرحلة دي بيخلي بني آدم يعني يرتكب أخطاء ما يعرفش يرجع بيها في الزمن ويصلحها. بس أنا عشان أدافع عن نفسي هضطر أطلع أكسر مبدأ مهم جدا قدام الناس، في إن هو أنا بهاجم أبويا في الآخر أو بكذب أبويا في الآخر، لا أنا هحافظ على المبدأ ده وأستحمل أنا الإهانة. أنا عندي من الحاجات ومن الذكاء إني أطلع أقول حاجات حقيقية ما فيهاش ولا حاجة كده، هتطلع حاجة أنا ما نفسيش إنها تطلع، لأن أنا لو طلعت في الآخر ده أبويا ده سندي مهما حصل، مهما حصل. حسام أنا شايفة قدامي ملاك خالص، ملاك يا ريت. يعني والدك بيعمل كده وأنت ده والدي وده. أيوة. أقول لك على حاجة. أيوه طبعا وهستحمله طبعا أبويا. أطلع أنا أكسر مبدأ إنه الابن يقف لأبويا تحداه عشان يبرأ نفسه، وشيرين أطلع لمراتي اللي جمعت اللي, اللي, اللي قعدنا وكلنا وشربنا وعينا وسافرنا واتمنى بعض على كل حاجه عشان لحظه غضب، اطلع عشان الايجو بتاعي. طب على الاقل بعيدا عن الايجو بقى، طيب الكرامه وعزه النفس واحترام انا مش شايف ان في احترام الذات، احترام الذات ازاي ممكن ارجع لشخص اهني؟ انا بحترم ذاتي جدا بالمنظر ده، بحترم ذاتي قدام مين؟ طب انت قدام الناس وقدام نفسك. الناس ما تفرش معايا خالص. اقول لك على حاجه، قدام عارفه نفسك. قصه الجحا والحمار؟ اه عارفاها؟ اه دي قصه انا مش بيها في حياتي، كلنا عارفينها، كلنا عارفينها من واحنا صغيرين، عمره ما حد هيرضى عنك. أقول لك حاجة، ربنا الناس ما تبقيتش عليه. الحب بيغفر لا 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 لا، الحب بيغفر لا الإهانة؟ لا ما يغفرش.
الحب يطبطب على الكرامة بعد ما اتجرحت؟ لا بس أحلى حاجة في الدنيا تعلمي اللي قدامك، اللي قدامك إزاي يسامح. بقول لك الحاجة تفهمش غلط؟ دايما كلمة كنت بقولها لشين دايما، أنا بحبك أكتر من الزعل. يعني إيه؟ يعني كرامتي ولا أنتي؟ لا أنتي. دي الحقيقة اللي أي حد يخاف ويتكسف يقولها. عايز ترجع لها؟ أنا ما مشيتش عشان أرجع لها. أنا مش مهم اسم العلاقة بيني وبينها إيه؟ إيه فرقت إيه؟ المهم إن إحنا في حياة بعض. المهم إن أنا حب. عارف الخوف اللي أنا كتبت عنه هنا إيه؟ آه. إن أنت خايف قوي إن حد حبيته يبقى مش موجود. برافو عليكي. وهي عندها مخاوف تانية كبيرة قوي. مش هنتكلم، يعني انا عن نفسي مش هتكلم عن مخاوف حد مش موجود بالزبط. ومش حد قريب مني. انت تقدر تتكلم، ده مسموح لك. انا لا ولكن هي عندها مخاوف كبيره، وانت عندك خوفك الاعظم، خوفك الاكبر هو الانفصال. عشان كده انا قلت لك دلوقتي مش مهم يبقى اسم العلاقه ايه بالظبط، المهم تبقى موجوده. شيرين طلبت من جمهورها ان هو قالت يعني يا بول على وجهك. اقول لك الحاجه بقى، في اهانه اكبر من كده. اقول لك الحاجه بقى، بصي بقى دي انا قلتها مع عمرو اديب. هل انت عارفه شيرين بتهزر ازاي معايا؟ لا. شيرين لما بتحب تهزر بتقول مقالات من افلام، عارفه يا ابويا على وجهه دي ايه؟ اما هو ده افيه بتاع عادل امام لما تقول عادل امام عايز القاب طبعا. بالظبط. يقول يا بولا على وجهه. هي أيوة بتهزر بالزبط. في وقت ما ينفعش فيه الهزار. بس هي المكالمه دي ما كانتش، المداخله دي ما كانتش هزار. هزار، ده كان غضب وشكوى. لا هي بقى دي شيرين ممكن تبقى في وسط الخناقه وتتنكد، فهي حاسه ان هي قاعده وسط اهلها وسط اصحابها، فهي نكتت وسط الخناقه. انا الوحيد اللي عارف كده. هو في حد ممكن يحب حد للدرجه دي؟ اه انا بحبها كده للدرجه دي. ايوه انه يقبل منه كل. لا مش يقبل منه. مين اكن بقبل منها؟ بعاتبها وبتخانق معاها وبقفش عليها، بس بيني وبينها، بس في الاخر ما بقدرش على زعلها. عمرك ما مديت ايدك على شيرين؟ يعني ايه مديت ايدك؟ ضربت يعني ضرب ضرب إيدك؟ يعني مديت ايدك باي شكل؟ في عنف؟ لا لا، في العنف بيجي اقول لك زي ايه مثلا. لما تلاقي مثلا شخص بيزعق ومنهار مش هتمسكيه؟ لا ما تعملش حاجه بنفسك. وانا مثلا من بعد موضوع ده انا بقيت بخاف. بتخاف يتكرر؟ ف لا مش هسيبك، ابعد عني. لا مش هسيبك. فبيبقى في مقاومه. فايه اللي بيحصل؟ بنوصل لفين؟ خلاص ولا حاجه. بعد شويه خلاص بتهدى وخلاص. او كبيره تقول لي طب خلاص امشي من قدامي دلوقتي. انا مثلا واحد من الناس لو بزعق منها ما بحبهاش تمشي. ممكن اقول لها طب خلاص مش هتشوفيني تاني مش عارف ايه، بس لو ما شفتهاش تاني او مشيت وسمعت كلامي انا هتقهر. لكن هي واحده من الناس اللي بتقول اللي جواها بجد. فانا كنت بفتكرها لما تقول لي كده هي بتقول لي كده كنوع من الدلع بقى، طب خلاص امشي ما تقفش قدامي. فكنت بعمل العكس، وده مش ذكاء خالص. كنت ماسك فيها قوي قوي بالزياده قوي. يعني ابني متعلق بامه مش 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 راجل ومراته. هي قالت ده، قالت انها في العلاقه دي كانت امه. ده حقيقي. اه ده حقيقي فعلا. في لحظه عيطت فيها بحرقه بينك وبين نفسك بسبب الصراع ده؟ كتير كتير. انا دلوقتي اصلا بقيت، انا زمان كنت، ودي حاجه من الحاجات عشان كده بقول لك انا اكتشفت يعني ايه مسميات الكرامه ولا مش عارف ايه. يعني ممكن نعملها مع الغرب بصراحه. بلاش نسميها كرامه. لا 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 هقول لك عزه نفس او عزه نفس كل الكلام ده على فكره. هقول لك على حاجه. طب انت يعني انا ما اقدرش ازاي ممكن اتمن شخص اذى مشاعري؟ طب لا ازاي ممكن اتمن؟ عشان هي الاذى لازم يجي بنيه. هل هي يعني ايه انما الاعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى؟ هل هي قصد الاساءه؟ لو انا متاكد ان الشخص ده خطط لي الاذيه غصب عني مش عارف اسامحه ولا احبه. من النية مبيتة. عارفة يقولك القتل مع سبق الصور والتلصد؟ ده القتل الخطأ. الخطأ أنا اتعصبت في خناقة فضربتك بحاجة فحصل بقى. لكن أنا واحد مرتب ومخطط وهطلع وهشوف وإزاي تمسكش عليا دليل، ده ما ينفعش يغتفر. ده بياخد إعدام على طول. بكيت على إيه بحرقة؟ على الانفصال. بسبب الصراع ده، على الانفصال الأول ولا ده؟ الاثنين. يعني الحب ده شيء راقي جدا وعظيم، إزاي أصدق إن حد بيحبني ممكن يؤذيني نفسيا ويؤذي سمعتي بالمنظر ده؟ مش بس بيقول لكم ان الحب ما قتل؟ يعني احب حد اكتر من نفسي؟ اه حقيقي. انا لان بستمتع جدا باني، ودي مشكله عندي ممكن تكون مشكله مرضيه، بس انا حاسس انه ايه اللي بيسموه unconditional love. يعني انا الحب الغير مشروط. اه غير مشروط. انا بحب اللي قدامي وبستمتع وانا بعمل له حاجه تبسطه، وانا بسامحه وانا بغفر له وانا برضيه حتى لو على حساب نفسي. لان انا في الاخر انا ونفسي قاعدين مع بعض. مش هنكر واقول لك ان اكيد عدى عليا وقت قلت ليه وليه ده يحصل فيا. اول حاجه ليه دي متعبه جدا. بس ده اختيار. لما انا اختار اكون مع انسان. لا ده مش اختيار.
انا ما كنتش احبها. لا ما كنتش احبها. اقول لك على حاجه، ولو سالتيني دلوقتي تختار تاني اقول لك ايوه لاني استمتعت بالحب ده. تعيد تاني احيد ويحصل. يحصل. طب حسام، الحب اللي يغفر هذا الكم من الاهانه، هي مش اهانه، انا يغفر الخيانه. نفس الحب يغفر الخيانه. اقول لك على حاجه، الخيانه اللي هي ايه يعني؟ الخيانه ملهاش غير لا الخيانه ليها اشكال كتير، ليها اشكال كتير. الخيانه خيانه يعني راجل وست خيانه مع راجل تاني يعني؟ طبعا ممكن اغفرها بس ما اعرفش ارجع. يعني ممكن اغفرها لانه الحقيقه والواقع بتقول ان احنا كلنا عملنا حاجات ما حدش يعرفها غيرنا وربنا، وربنا سترها علينا. فكرتك الخيانه فكره توجع جدا، توجع جدا. بس حق لو سالتيني انا اذبح اللي قدامي عشان خاني، لا، هو بشر في الاخر، لحظه ضعف، لحظه عدم وعي. ده اي حد ولا شيرين؟ لا اي حد. لما بترجعوا لبعض وبتتصالحوا وبتبقوا مع بعض ممكن تاني قبل ما تتخانقوا تاني، قبل الخناقه اللي بعدها على طول، بتشوف ايه في عينين اللي حواليها لما بيشوفوكوا مع بعض؟ لما بتسافروا، لما بتروحوا، لما بتيجوا؟ بشوف ناس متضايقه كتير جدا. بتشوف ناس متضايقه منك وناس شايله منك وناس كرهاك؟ بشوف. بتستقبل الشعور ده ازاي؟ اكني مش شايفه. ما شايلكش منها؟ ما شايلكش منها؟ لا 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 لا، بيشايلني من اللي حاسه مش منها هي. عارفه ليه؟ ما بتعذرش اللي حاسه؟ لا. رجعتوا او فضلتوا مع بعض بس اكتشفتوا ان انتوا علاقتكم حلها انكم ما تبقوش مع بعض؟ مش ما نبقاش مع بعض، احنا نعتبر مع بعض بس هنغير شكل العلاقه. يعني الزواج انتهى لكن الحب ما انتهاش؟ لا الحب ما انتهيش طبعا. والقرب ما انتهاش؟ طبعا. القرب مش لازم يكون بشوفك كل يوم. طب هي مش هتزعل انك طلعت وقلت حاجات عكس اللي هي قالتها؟ هي بقى للاسف هي الوحيده اللي فهمته. من الصراعات للمورال مع حسام حبيب. عملت لنفسك كشف حساب حسبتها؟ كتير، بس كشف حساب مش منصف، يعني مش منصف، مش حقيقي. تضحك على نفسك؟ أكيد كتير كتير. بيقولوا في حاجات العقل بيرفض يستوعبها، خصوصا البني آدم اللي قلت لك بيفكر بقلبه، مش عايز يوجعه. ممكن أكون ظلمت بكشف الحساب ده أو اتظلمت، يعني يا ظلمت نفسي يا ظلمت غيري. مين تطلب منه السماح والغفران؟ ربنا سبحانه وتعالى طبعا. مين من البشر تطلب منه السماح والغفران؟ اي حد ضايقته، اي حد هيقف بيني وبين، هيقف عقبه بين ان ربنا يسامحني. قول لي حد، قول لي اسم حد تطلب منه. الاولى الناس الاقرب ليا طبعا، يعني اكيد. زي مين؟ امي لو عملت لها حاجه، شيرين لو عملت لها حاجه، صحابي قريبين. ما تطلبش من والدك السماح والغفران؟ لا اطلب منه، لو اخطات غصب عني طبعا اطلب منه. طبعا انا 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 بصي انا ولو بأجل. ما اخطاتش وزعلان لوحده هرضيه، هاجي على نفسي لو دي طبيعته. هرضيه وخلاص. هاجي على نفسي. حسام حبيب موهبه مهدوره؟ لا. ولا بطل مهزوم؟ ولا دي ولا دي. موهبه انا ما اقدرش اقول ان انا موهوب، انا بحب المزيكا، موهوب دي الناس تقولها. مهدوره ممكن اكون انا فضلت حاجات على مثلا، يعني هدفي ما كانش لا الشهره ولا الفلوس، هدفي المزيكا انا بحبها. بس هي اذتني زي ما فلتني. وما استفدتش حاجه في المقابل؟ لا استفدت اكيد. ليه ما عملتش عدد الالبومز اللي ممكن تكون حابب تعملها؟ في غيري ما عملتش خالص. بس غيرك ما كانش عنده الفرصه اللي عندك، كانت وما زالت. ما هو الفرصه دي ربنا بيعمل لكل مجتهد النصيب، بدليل ان انا لما تقاعست فاتني وقت كتير. التقاعس عن النجاح، يعني لما تنجح، لما ربنا يكرمك وتنجح وتتقاعس. تقاعست عن بعد نجاحك. تقاعست عن النجاح في المزيكا، لكن اكون دورت على نجاح في راحه بالي في حته ثانيه. النجاح ريليفنت. بتحقق فلوس منين؟ من حاجات كتير، من شغلي، من بتعمل ايه غير المزيكا؟ لا لا لا، ما عنديش حاجه غير المزيكا عمي. بس الحمد لله انا يعني انا اتربيت واتولدت في اسره كويسه. كويسه مش يعني مش معايا فلوس، يعني الحمد لله عايشين كويس. أكيد البني آدم اللي بيخش السجن هو محبوس في أوضة قد كده. الأوضة دي هو مضطر عقله يصور له إن الأوضة دي هو العالم اللي هو عايش فيه. بس أنت مش في السجن يا حسام. لا ليه؟ الحياة بالنسبة لي كلها سجن. سجن كبير. يعني أنت ما عندكش شغل تاني، ده شغلك، دي الحاجة اللي بتحبها، دي هوايتك.
وده شغلك. الشغل التاني يمكن يبقى مش شغل. الحين قلت لي كل اللي لحنته من غير بدون مقابل ولحنته لاصحابي عشان بحبهم عشان بجاملهم وبعبر عن حبي. بفرح جدا، ببقى سعيد ان هو انا عملت حاجه عجباه. دي الانجويمنت بالنسبه لي، دي هو دي الاستمتاع. والشغل يا حسام؟ الشغل انا قلت لك حتى المزيكا انا بشتغلها ما بحسهاش شغل، انا بحسها عشان حاجه بتحبها. بس عمري ما كان عندي ديسيبلين حتى في المدرسه بتاع ان انا ده شغلي واكل عيشي ولازم اعمل واحارب عشانه. شيء متزن من رجل انه ما يبقاش عنده ديسيبلين للشغل انه يعمل؟ لا مش متزن في عيون الناس، متزن في عيون الناس، متزن في عيوني انا. انا حياتي عشتها كم مره؟ مره. هعيشها كم مره؟ مره. ما بتشوفش الراجل المفروض يبقى بيشتغل، المفروض يبقى بيكافح، المفروض يبقى بيكافح مسؤول وشايل مين انا ما بشتغلش؟ ما هو ايش ايه ديفينيشن الشغل؟ شغل يعني بشتغل لا يعني انا النهارده مثلا بروح اقول لك شيء وبتقاضى مقابل هذا الشيء. اكيد اكيد ده مهم، اكيد ده مهم. بس الشيء ده ممكن يبقى مختلف، ممكن النهارده او بعد كده. عشان كده سالتك تشتغل حاجه. لا ما عنديش شغلانه مين، لا ممكن انفست في حاجات، لكن بس ما عنديش شغلانه مين. يعني مثلا اللي بيشتري بيته بيبيعه اجله، ما هو كده كسب فلوس. بس هل دي شغلته؟ لا انا ما بتكلمش عن الفلوس، انا بتكلم عن العمل، فكره العمل. لا العمل انا اكيد ان انا انسان بصحى الصبح بعمل لنفسي ولغيري لا لا بعمل طبعا بعمل. مفيش حاجه اسمها صحتي تبقى فاضيه يعني. مين ما هو ده اللي انا بقصده. لا 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 ما اقدرش اعيش حياه فاضيه، ما اقدرش اعيش حياه ما فيهاش حاجه تشغلني. انا شايف انه مفيش حاجه اسمها لازم، مفيش حاجه اسمها واحد يزرع على اللي فات. اللي فات فات. انا على فكره دي مشكله حياتي ان انا زعلان على اللي فات وخايف من اللي جاي. لا اللي فات هيرجع ولا اللي جاي مضمون. فانا بقيت بعيش اللحظه بلحظتها عشان خلاص تعبت. انا عملت اغنيه قريب وبسطت جدا لما نزلت وكل حاجه، بس اتشالت من على اليوتيوب كوبي رايت حقوق ملكيه فكريه. لا دي مش بتاعتي، بقيت المراحل مشكلتي خالص. لا دي مش بتاعتي. فكر في شغلي اللي هعمله بعد رمضان في العيد، مش عارف ايه. اللي هو ايه بتفكر في ايه بعد رمضان في العيد؟ الالبوم بتاعي هعمله، هنزله كمان بعد دي كله. لاول مره ابقى بعمل حاجات بعبر بيها عن فترات عدت فعلا واكسبيرينسز عدت فعلا مقصوده ان انا اعملها. مفيش اغنيه لشيرين؟ في طبعا. طبعا في. غششني. يعني في اغنيه عملتها مثلا بعض المرات، اغنيه بحبها قوي اسمها اثبت لي حبك مثلا، دي انا عملتها لموقف بيني وبين شيرين. وعلى فكره هي بتحبها جدا الاغنيه. ايه الامنيه اللي ما اتحققتش وممكن يبقى فات اوانها؟ انا نفسي كنت اخلف، بس دلوقتي حامل هم انه طيب هل انا دلوقتي، هو انا مش عاوز ايه، بس انا هل انا دلوقتي هيبقى عندي الانرجي بتاعت مثلا لو كنت خلفت من 10 سنين فاتوا ادي الطفل ده اهتمامه ابقى متابعه او كده؟ انت لسه شباب، لسه صغير. لا اي نو، بس لا بقول له، بس الفكره ان ساعات بتجي الفكره دي، هل هقدر؟ بدون قناع، بدون افتعال، بمنتهى الصدق، هتقول حاجه للناس على المسرح؟ طبعا وقفة صعبة، مش محضر حاجة أقولها. أتمنى ما يكونش حد زعل من كلامي، والمثل بيقول الجنة من غير الناس ما تنداس. مش معنى إني بقول إن أنا همي رضا ربنا عني، فأنا ما يهمنيش زعلكم. بالعكس أنا متوثق إن في يوم من الأيام أكيد أكيد أي حاجة، يعني أي حقيقة ما بتتخباش وأي حقيقة ما بتبقاش، مفيش حاجة فاضلة، لا حزن فاضل دايم ولا فرح دايم. فأنا بعتبر أي حاجة وحشة حصلت لي أو حلوة حصلت لي هي حاجة وعدت خلاص. وأكيد حبكوا عندي مهم جدا، بس مش على حساب أكيد ربنا سبحانه وتعالى. أتمنى أني لو ربنا كتب لي وعملت شغل جديد يعجبكوا، لأن دي الحاجة الوحيدة فعلا تبسطني. أشوفكوا على خير. تصبحوا على خير.